خلي عندك accountability partner. يعني لما يكون في عندك انت حدا بتمرن معك، اذا انت لسه مش ملتزم، ما عندك الالتزام الخرافي هذا، اذا في حدا بتمرن معك، يعني اذا في مدرب معك انت ملتزم معاه بوقته، بس اذا انت ما عندك خلي معك صاحبك او صاحبتك تروح معك بهذا الوقت، تلتزموا مع بعض، تحطوا الخطة، تتفقوا مع بعض انه هنروح من 3-4 ايام بالاسبوع بهذا الوقت مع بعض. انا اول ما بديت كنت اروح مع شباب اصحابي ودائما كنا نروح مع بعض. ليه؟ لانه اول شيء بحمسك في التمرين، بتحمسه في التمرين، وبنفس الوقت هذا اكاونتبل لك انه انتوا الاثنين بتضلوا، لو واحد حس حاله مكسل ما بده يروح بهداك اليوم، الثاني بيدفشه، ما بتلاقي حالك العذر بتطلعه وبتقول خلص بلاها اليوم.